السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الإخوة الكرام في هذا الاحتفال البهيج الفريد من نوعه. اسمحوا لي باسمي وباسم إخوان أسرة الجامعة الإسلامية، بل وباسمكم جميعاً، أن نرحب بمعالي السفير محمد العمادي رئيس سفير قطر ورئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة. له ولدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً كل التحية والتقدير والاحترام. نرحب أيضاً بسعادة الأستاذ الدكتور نصر الدين صادق لمزيني، الذي سيكون معنا في كلمة مسجلة، وقد حالت ظروف الحصار من حضوره شخصياً لهذا الاحتفال. كما نرحب بالسادة أصحاب الأيادي البيضاء الذين بدعمهم الكريم وبمجهوداتهم وصل هؤلاء الخريجون إلى هذه المنصة. التحية والتقدير لدول مجلس التعاون الخليجي، لحملة الفاخورة في دولة قطر ومؤسسة التعليم للجميع، البنك الإسلامي للتنمية، الهلال الأحمر القطري، الهلال الأحمر الفلسطيني، جمعية أطفالنا للصم، مؤسسة الإنتربال، الجهة الناقلة التي كانت مع هؤلاء الطلبة مع هذا الفوج في كل صباح وفي كل مساء، الضيوف الكرام كل باسمه ولقبه، الآباء، الأمهات، المدرسون والمترجمون، لكم كل التحية وكل التقدير في هذا اليوم الطيب المبارك. قالت إحداهن في زيارتها الأولى للجامعة الإسلامية: تمنيت لو كنت عمياء حتى أدخل الجامعة. ما أصعبها من كلمة، وفي ذات الوقت كم تضعنا مثل هذه الكلمات أمام مسؤولياتنا التي نذرنا أنفسنا لها. فلم تتأخر الجامعة الإسلامية عن تلبية نداء الواجب، فكانت الحضن الدافئ لجميع أطياف وفئات المجتمع الفلسطيني. هنا في الجامعة الإسلامية يدرس الطلبة المكفوفين، ويشرف عليهم مركز التقنيات المساعدة، ويدرس جرح الحرب، ويدرس أصحاب الإعاقات الجسدية مع زملائهم في القاعات الدراسية، وفي مشروع منفصل لتأهيل المعاقين وجرح الحرب، مشروع إرادة الذي تم إنشاؤه بدعم كريم من الجمهورية التركية وبتوجيه مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لهم كل التحية والتقدير. واليوم أيها الإخوة الكرام، وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ومن حملة الفاخورة المنبثقة من مؤسسة التعليم للجميع القطرية، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبتنفيذ من الهلال الأحمر القطري والفلسطيني، ومشاركة مؤسسة الإنتربال، هنا مع الجامعة أصبح الجميع في بوتقة واحدة لخدمة هذه الفئة المميزة من أبنائنا الأعزاء علينا جميعاً، الطلبة الصم. انتقلوا ليكونوا في وسط الحدث، بل أصحاب الحدث، شموساً تزين هذه القاعة. أصبح الطلبة الصم وللمرة الأولى في الجامعات الفلسطينية كالزهور يزينون الجامعة، بل وأدخلوا لغة الإشارة إلى داخل الجامعة، حتى أصبح الأمر مألوفاً
كما يسمع الناس الكلام والترحيبات يرون لغة الإشارة في داخل الحرم الجامعي. تم تدريب عدد من الموظفين يزيد على 20 على هذه اللغة الصامتة التي لا أعتقد أن فيها كلمة من تلك الكلمات البشعة التي تهوي بأصحابها 70 خريفاً في نار جهنم، بل كل كلماتها هي كلمات الحب والشكر والتقدير والتفاؤل والعمل، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. اليوم أستطيع أن أجرب وأن أقول لهؤلاء الأبناء بلغتهم ألف ألف مبروك. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام مع فوج الإرادة، مع فرسان الإرادة، وأي فرسان؟ ابتدأت البذرة من وزارة التربية والتعليم العالي التي توجت جهودها في تعليم الطلبة الصم بافتتاح مدرسة الرافع الثانوية لهؤلاء الطلبة. وقف بعدها الطلبة على مفترق طرق يتساءلون ماذا بعد المدرسة الثانوية، ولم يتأخر الجواب، فكانت الجامعة الحضن الدافئ لهؤلاء الطلبة، استقبلت منهم الفوج الأول الذي نحتفل اليوم بتخريجه 114 خريجاً وخريجة، 81 طالبة و33 طالبة. درس هؤلاء الطلبة في تخصصين، تخصص تكنولوجيا الإبداع وتخصص صيانة الحاسوب والأجهزة الذكية. تم اختيار هذه التخصصات بناءً على دراسة احتياجات شارك فيها خبراء في مجال تعليم ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى الطلبة أنفسهم وأولياء أمورهم. تسلح هؤلاء الأبناء بإرادة الحياة، واليوم نقول لهم وبفخر: مبارك لكم، لقد نجحتم بالامتحان، تحديتم الصعاب، وركبتم المنى، ونسيتم الحذر، ورفضتم القنوع بعيش الحجر. ما أحوجكم أيها الخريجون والخريجات، ما أحوجكم أيها الخريجون والخريجات إلى كل الكلام الذي يعبر عن الطموح، إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدر. تعتز الجامعة الإسلامية بأنها كانت السباقة في هذه الخدمة، وما كان هذا المشروع لينجح لولا العزيمة ولولا الجد ولولا الاجتهاد الذي كان دافعاً لكل من تعامل معكم ليلحق بكم وأنتم السابقون في ميدان العمل وفي ميدان الإرادة. واليوم وأنتم تتخرجون، أعرف أن عيونكم تتطلع لمزيد من التقدم في مجال العلم، وأنتم بذلك تضعوننا في الجامعة الإسلامية وفي المؤسسات الراعية والداعمة أمام استحقاق ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه، ألا وهو توفير المزيد من فرص التعليم العالي لكم حتى تصلوا إلى أعلى الدرجات العلمية. ونحن نعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن تستمر المسيرة، فقد قبلنا الفوج الثاني من الطلبة الصم الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، ونستعد الآن لاستقبال دفعة ثالثة، وإن شاء الله تستمر المسيرة ويستمر اندماجكم وتقاربكم مع الجامعة الإسلامية. واليوم تعد لكم كلية الطب وبشكل خاص دورة في الإسعافات الأولية ستحضرونها مباشرة بعد أيام من انتهاء هذا الحفل. لن تكونوا بعيدين من الجامعة، ستبقون قريبين منا، نحاول أن نقدم لكم كل خدمة إضافية وكل خدمة ممكنة.
باسم إدارة الجامعة الإسلامية وباسم جميع من يحضر هذا الاحتفال وباسمكم أيها الخريجون أيتها الخريجات، اسمحوا لي أن أرفع رسالة شكر وتقدير لمن كانوا وراء هذا النجاح والتفوق، للآباء والأمهات في البيوت، وللأساتذة والمدرسين والإداريين هنا في الجامعة، لهم جميعاً كل التحية وكل الحب والاحترام والتقدير. أيها الخريجون والخريجات، احرصوا على أنفسكم واستكملوا فضائلها، وأحسنوا إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. تذكروا ما تعلمتموه في الجامعة الإسلامية، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب، وليس اليتيم من لا والدين له، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم أهلكم ومجتمعكم، أدعوه أن يرحم شهداءنا وأن يفك أسر أسرانا ويشفي جرحانا ويتولى أمرنا ويفك حصارنا وينصرنا على عدونا، وأن يجمعنا وإياكم ومع سعادة السفير القطري محمد إسماعيل العبادي لنحتفل هناك في القدس الشريف بالتحرير وبالنصر المبين. يا قدس يا حسناء طال فراقها وتلاعبت بقلوبنا الأشجان، يا قدس صبراً فانتصارك قادم، واللص يا بلد الفداء جبان. هنيئاً لكم هذا التخرج، هذا النجاح، مبارك تخرجكم، وفقكم الله، والتحية والتقدير لكل من حضر وعلى رأسهم سعادة السفير العمادي وإدارة البرنامج وأساتذة الجامعة الكرام، لكم جميعاً كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الأستاذ الدكتور عادل محمد عوض الله رئيس الجامعة الإسلامية على كلمته الطيبة. من رحم الألم يولد الأمل، بكلمات معطرة بعبق فلسطين نتشارك معا اليوم في إعطاء كل لحظة حقها بعد هذه السنوات الطوال. هم بيت القصيد وعجزه فرحة أبنائكم وفرحتكم في حصاد ما زرعوا، يقفون اليوم على خط النهاية الذي منه ينطلقون إلى بداية جديدة، بداية العطاء. كونوا على الطريق السليم يكن الجزاء الأكمل. نبقى الآن مع كلمة مجلس أمناء الجامعة الإسلامية، والتي سيلقيها رئيس مجلس الأمناء الدكتور نصر الدين المزيني من مكانه خارج قطاع غزة، والذي آثر أن يشاركنا هذا الحفل الفريد والأول من نوعه، وأن يشارك هؤلاء المثابرين فرحتهم وفرحة أهلهم وذويهم. فلنستمع جميعاً لكلمة رئيس مجلس الأمناء، والتي ستبث عبر الفيديو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سعادة السفير محمد العمادي سفير دولة قطر الشقيقة، الأستاذ الدكتور عادل عوض
الساده الضيوف والحضور الكرام، كل المسلمين والاخوه، ابناء الخريجون والخريجات، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. كنت اتمنى ان اكون بينكم اليوم لاشارككم في هذا الحفل الكبير ونشهد معا هذا العرس الوطني المهيج الذي نحتفل فيه بتخريج كوكبه من فستان العلم والكرامه. انه ليس الفوز الاول الذي تخرجه الجامعات الاسلاميه، لكنه الفوز الاول على مستوى فلسطين، والذي نحتفل فيه بتخريج مجموعه رائده من اطفال ومن ذوي الاحتياجات الخاصه، الذي اتاحت له الجامعات الاسلاميه فرصه التعليم الجامعي ليتخرجوا واتحملوا الدرجات العلميه التي يستحقونها. ايها الحفل الكريم، على مدار 10 أيام مضت احتفل الجامعات الإسلامية بتخريج حوالي 2030 خريج وخريجة من مختلف التخصصات. كانت هذه الأيام أعراس وطنية بهيجة، لكن اليوم أمام حدث وطني بامتياز، حيث نقف أمام الحمد من ملائكة الصمود والعزيمة، سطرتها الجامعات الإسلامية التي تمكنت من تصميم وتنفيذ برامج التعليم الخاص بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحتهم فرصة التعليم الجامعي لتكون الجامعات الأولى في فلسطين، ومن الجامعات القليلة على مستوى الشرق الأوسط التي تبادر إلى تقديم هذه الخدمة المميزة. إن تجربة الجامعات الإسلامية في هذا المجال هي تجربة رائدة تستحق دراسة وتقييم للاستفادة منها، ذلك لأن التعليم العالي للطرف الصم ووضعات السمع أعطى عقبات تتعلق بضعف المستوى الدراسي لهذه الفئة من الطلاب، إضافة لصعوبة التواصل معهم وندرة المدرسين المتخصصين والمؤهلين للتعامل مع الصوت، مما يمثل صعوبة في التحاق بالتعليم الجامعي. ومن هنا كان التحدي، لكنها العزيمة والإرادة، عزيمة الصمود والتحدي التي تميزها شعب الفلسطيني الصامت الذي يصب في كل يوم من الحمل. ونحن اليوم نشهد الحملة الجديدة فرسانها وأبطالها، هؤلاء الخريجون والخريجات الذين يجدون أمامهم بشموخ ويترشحون بذلك التخرج الجميل ويحصدون ثمرة جهدهم وكفاحهم. ونقول لكم أيها الأبناء الأعزاء، إنه يحب لكم أن تعتزوا وتفوزوا مرتين، الأولى لأنكم الفوز الأول على مستوى فلسطين الذي يتم نجاح هذا البرنامج الجامعي الخاص، والثانية لأنكم يا أنفس الإرادة تتخرجون من جامعة الإرادة، الجامعة المتميزة الرائدة، الجامعة الإسلامية لعزة، وهذا مصدر فخر ورسالة شرف واعتزاز لنا جميعا. أيها الحفل الكريم، لقد حرصت الجامعة الإسلامية ومنذ نشأتها على إتاحة فرصة التعليم العالي لمختلف شرائح المجتمع، ومن خلال أعمال خدمة المجتمع والتعليم المستمر التي نقلت نهاية البرامج والدورات المتخصصة، وتخرج منها لا آلاف في مختلف التخصصات. كما أبدت الجامعة الإسلامية اهتماما خاصا لمختلف الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الصم والمكفوفين وأصحاب الإعاقة الحقيقية. فالجامعة الإسلامية تعتز بأنها تقدم خدمات خاصة للطلبة المكفوفين من خلال مركز التخريات المساعدة. كما تعتز الجامعة باحتضانها لمشروع إرادة للتأهيل المهني لذوي الإعاقة الحركية الذي خرج المئات ومنحهم القدرة على العمل وإعادة التسليم والصحيح. وهي تفخر اليوم بأنها تحتضن طرف الصم وتقدم لهم خدمة التعليم الجامعي المميز. أيها الحفل الكريم، حين زرت مع أخي الكريم أبو إسماعيل قاعات الدراسة لهؤلاء الطلبة واستمعت اليهم وهم يخاطبون صاحب السفير بلغه الاشاره، ضربت عيوننا الدموع، لكنها لم تكن دموع شهوه، بل كانت دموع فخر معجزات. لقد وقف هؤلاء الطلبه يعبرون بأبطأ عبارات عن ارادتهم وعزيمتهم ان يحققوا النجاح وان يكونوا عناصر فاعله في المجتمع. ما جعلنا نشعر تلك النعمه التي خصنا الله بها حين حضرت الجامعة هذا المشروع وهؤلاء الطلبة المبدعين الذين نحتفل بهم اليوم. أيها الحضور الكريم، لقد كانت الجامعات الإسلامية شركاء كرام، لولا جهودهم ودعمهم الكبير ما كان لهذا المشروع أن يصل إلى هذه النتيجة الرائعة. ونحن اليوم
وباسمكم جميعا نقدم الشكر الجزيل لهؤلاء الشركاء الذين ساهموا في التمويل والاشراف والتنفيذ ومعتنين بدول مجلس التعاون الخليجي والبنك الاسلامي للتنميه وحمله الفاخوره في دوله قطر والهلال الاحمر القطري وجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني ووزاره التنميه والتعليم العالي وجمعيه اخواننا والصم ومؤسسه الانتربات. وشكرا لكل هؤلاء الذين هم شركاء وكرام في هذا الانجاز الهام. شكرا لقطر الشقيقه اميرا وحكومه وشعبا على اعطائها الكبير للفلسطيني وللشعب الفلسطيني. واسمحوا لي ان اوجه شكرا خاصا للاخ الكريم الذي يحظى بكل الحب والتقدير من شعب فلسطين ومن اهلنا في غزه، انه سعاده السفير محمد العقادي ضيف الشرف في هذا الاحتفال. وشكرا مشكورا لك على الاحترام والاحترام المشهور اليه ولكل من ساهم في هذا النجاح الكبير. مره اخرى نهنئكم جميعا على هذا الانجاز الكبير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر الدكتور نصر الدين المزيني على كلمته الطيبة. وقفت قوافي الشارع عاثرة الخطى فرحاً بمقدم سادة كرماء، هم منبر للمجد طاول فضله شرفاً وفخراً ذروة الجوزاء. في همة قطرية الوسم ارتقت تشتاق طلعتها عيون صباحي. قطر إليك ومنك أصل ثنائنا، حار القريض فما يفي بثنائي. يا سادة طاب الصباح بجمعكم، مرحى لكم يا نخبة الفضلاء. بكلمات ملؤها الشكر والتقدير نطيرها تحية من هنا من أرض فلسطين إلى دولة قطر الشقيقة التي ما فتئت في دعم الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وما تزال الدولة الرائدة والفريدة على مستوى العالم العربي والإسلامي في العناية بلغة الإشارة وتطوير مراكز دعم وتعليم الطلبة ذوي الإعاقة السمعية وتوفير التقنيات اللازمة لهم، والتي تشاركنا حفلنا هذا اليوم ممثلة بوفدها الكريم وعلى رأسه سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي. يشرفنا الآن أن نستمع إلى كلمة سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، فليتفضل مشكوراً على بركة الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكريم، كل باسمه ولقبه ومكانته، الطلبة والطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية أنقل لكم مشاعر الحب والتقدير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. ومن حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومن الشعب القطري بكل مؤسساته الرسمية والشعبية لأهلنا وإخواننا في قطاع غزة. الحضور الكريم، إنه ليسعدني أن أتحدث إليكم في حفل تخريج فوج الرواد كوكبة الطلبة الصم وضعاف السمع، الطلب الذين أذهلوا العالم أجمع، فبعقولهم وتفكيرهم أثبتوا أنهم فعلاً أصحاب الإرادة القوية والعزيمة التي لا تنكسر، وأكدوا بأن الشعب الفلسطيني يملك الكفاءات والقدرات التي يعتمد عليهم في بناء مستقبل زاهر لقضيتهم العادلة. إخواني الكرام، إن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها للتخفيف من معاناة أهل غزة في كافة مناحي الحياة، فالكل أصبح يرى المشاريع القطرية للشعب الفلسطيني بغزة والتي فاقت ما تم صرفه حتى الآن 300 مليون دولار، علماً بأن دولة قطر وسمو الأمير الوالد منذ أن وضعت قدمه على أرض غزة تم تخصيص أكثر من 550 مليون دولار في شتى للمشاريع ولمساعدة أهل غزة، سواء كان في مساعدة الرواتب أو الوقود للمحطة أو المشاريع الأخرى. والثلاثمية مليون دولار سواء في قطاع الصحة، البنية التحتية أو البلديات أو بناء البيوت المهدمة من الحروب الأخيرة بمختلف محافظات غزة، ومن أهمها مشروع شارع صلاح الدين ومشروع شارع الرشيد ومدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خان يونس، والتي يضم أكثر من 2300 وحدة سكنية، ومستشفى سمو الأمير الوالد للأطراف الصناعية والتأهيل. وها هي اليوم تساهم في تقديم الدعم المالي بسخاء لمشروع برنامج الفاخورة التعليمي بإشراف كامل من مؤسسة التعليم فوق الجميع بالدوحة، ضمن المشاريع المتعددة لبرنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة. كل ذلك في إطار واجبها الإنساني والعربي تجاه الشعب الفلسطيني خصوصاً، وفي قطاع خاص غزة عامة. الحضور الكريم، شكراً للجامعة الإسلامية راعية العلم والتعليم بغزة، قلعة ومنارة الإبداع والتميز، التي تحتضن مثل هذه المشاريع الحيوية والإنسانية لتستكمل دورها الرائد في نشر رسالة التعليم بما يخدم الطلبة الصم ويخدم مستقبل التعليم في فلسطين. شكرا لكم جميعا على حضوركم، شكرا لجميع طواقم المؤسسات الممولة والمشرفة والمنفذة والراعية لهذا المشروع على ما بذلوه ويبذلونه من جهد كبير لنرى هذه الكوكبة من الطلبة ترتسم عليهم الابتسامة ويغمرهم الشعور بالفرحة والسعادة رغم الألم والحصار. والشكر لكل من ساهم ويساهم في إعادة إعمار غزة وتخفيف حدة الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع. وفقكم الله الخريجين من فوج الرواد نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله.